كل سنة بتعدي علينا نسينا السنة اللي قبلها، على أمل إن السنة الجديدة تبقى ورد وبمبي. ورغم إن في حاجات حلوة كتير حصلت لنا، إلا إن إحنا منفتكرش غير الحاجات اللي توجعنا وتعكر مزاجنا ونقول ياه سنة كئيبة. إمتى بقى تغور؟ تعالوا معانا نعرف رأي الناس في 2018 ورأيهم إيه في 2019. يعني انت لا سربرايز بارتي ولا سيكريت مسج ولا سيكريت سانتا ولا حد اصلا طلع بيت ب 2018، انت عايش ليه؟ انا عايش عادي، ببيع موبايلات. بتبيع موبايلات؟ تعالي اشتري. لا شكرا معايا. طيب حضرتك بس مين قال لك الكلام ده؟ انا بسالك اعرفك. لا بس انا تقيل في نفسي فالموضوع كده، يعني مش حابب يعني الحياة دي بتوع الناس اللي هم تافهين بمعنى صح. يعني محدش طلع بيت ب 2018 عشان كده الناس اللي طلع مواقف كتير كتير الصراحه. طب يعني واحد او اتنين كده؟ واحد او اتنين مع صحابي. صحابك بس؟ ربنا يخليهم لك. ناس كتير بصراحه، صحابي اهم حاجه صحابي. لا الحمد لله المواقف كلها سيئه. سيئه كلها؟ مش اي حاجه كده تفرحتك في 2018؟ لا سنه الحزن. تعب مامتي وربنا يخليها لي طبعا، وعوض السنين اللي فاتت السنة اللي جاية إن شاء الله. يعني ما لسه برضو ما حققناش اللي احنا لسه عاوزينه، يعني مستنيين 2019 هي تحقق لنا اللي احنا يعني متفائلين بسنة جديدة. طيب تحب تقول ايه ل 2018؟ في داهية. هي دي كده بس في داهية؟ مش أي حاجة حلوة حصلت لك في السنة دي؟ لا الحمد لله اللي أنت خلصتي، مش عايزاكي ترجعي تاني. الحمد لله ان هي غارت. الحمد لله ان هي عدت على خير. الحمد لله ان هي غارت السنه الجديده كده، بصي عدت باقل الخسائر الى حد ما كده. طب حضرتك متفائل بالسنه الجديده؟ لا خالص، يعني ان شاء الله متفائل بيها في حياتي الشخصيه بس ك يعني مجتمع وكده وبلد مش متفائل طبعا. طب تخيل لو جات لك دقيقتين من الشركه انك تتصل بحد عزيز عليك دلوقتي وتفتح الاسبيكر وتقول له كل سنه وانت على قلبي ومعايا، هتختار مين؟ حد عزيز عليا في السنه دي يعني السنه. يعني انت عايزين ان انا اكلم حد واهنيه مثلا بالسنه اللي خلصت؟ اكيد مراتي. طب اتصلنا بيها بس بشرط تفتح السبيكر وما تقولهاش ان انت بتصور معانا. دكتور انت بيتنا الثالثه. طب تكلموها لنا وتفتحوا السبيكر. تمام ماشي. اسلام بس نايم. لا صحهولنا. نايم والله. لا صحي اتصل بيه يلا. انا اتصل باسلام. يلا يا اسلام. نايم بقول لك في الشركه. افتح السبيكر. رد انت، هو هيحب صوت الحب. ماشي دي يلا يا اسلام. استنى معايا حوار يا عم. انت معايا ما تكلمش الناس. ماشي بقول لك نايم. ده طب رن مثلا على حبيبتك. لا طب رن معقد. مامتك. ماشي امه مع بعض. رن على مامتك. مع بعض اصلا. طب رن على مامتك. ملهاش في الطيب نصيب. ملهاش في الطيب نصيب. يا ميلو. ايه يا محمد يا ولد؟ ازيك يا حبيبي؟ حبيبي حبيبي والله يا ابني انت وحشني يا محمد. كل سنه وانت طيب يا صاحبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. هابي ميري كريسمس يا صاحبي. ميري 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 مين؟ ميري كريسمس يا محمد. والله حبيبي والله كل سنه وانت على قلبي زي الزفت والله. كل سنه وانت معايا يا حبيب قلبي. حبيبي يا صاحبي. يا محمود. ايه يا محمد؟ يا حوت. كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت على قلبي. حبيبي يا حوده وانت بصحة وسلامة حبيبي. وسنة سعيدة عليك يا رب، وربنا بجد يجعلها سنة اللي جاية كمان سنة أجمل وأحسن بكتير من اللي عدت كمان. حبيبي يا باشا إن شاء الله 2019 أحلى من أي سنة إن شاء الله بإذن الله. أنا اخترتك تكون أقرب حد ليا في السنة اللي خلصت دي وأقرب حد برضه كمان في السنة اللي جاية إن شاء الله. حبيب قلبي كل سنة وأنت طيب يا حوده، السنة الجاية وأنت كده يا رب. أنت من أعز أصدقائي ومن أعز الناس اللي أنا عرفتها في السنة دي. ربنا يخليك يا حبيبي. كل سنه وانت بألف صحة وسلامة. وانت بألف صحة وسلامة يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. يلا بقى ما عطلكش، روح انت بس في مصالحك. كل سنة وانت طيب. وانت بألف صحة وسلامة.
يعطيك الصحة والسلامة. ازيك يا ست الكل؟ الو. ايوه يا ماما، ازيك؟ ازيك يا ماما، عامل ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي. انا في برنامج دلوقتي. في برنامج وبسجل حلقه. والله؟ اه. مع حضرتك اسمك ايه؟ رانيا. مع استاذه رانيا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. فرنيت عليك. كل سنة وانت على قلبي. كل سنة وانت على قلبي. ومالي علينا حياتك. ربنا يخليك. طيب انت عايز مراتك وتقول لها انزلي كمان. ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك. مش فاكر البرنامج. خليك يا حبيبي. ما تكلمش منك يا رب. ربنا يخليك. ماشي. شكرا. شكرا. أيوة. مع السلامة. سلام. الانتيم. ما ينفعش تطلع من غيرها. كانت معانا اصلا، كانت طلعت والله فاتحه السبيكر. الو كمان ايمان، ردي. علي صوتك يا ايمان معلش. بصي يا ايمان، احنا بنصور يا بنتي فيديو. كل سنه وانتي طيبه يا ايمان، بمناسبه السنه الجديده. كل سنه وانتي على قلبنا زي العسل يا امي. ماشي يا ام ربيع. عسل مين بس؟ بلانيله. بنتي يا ايمان سامعانا؟ كل سنه سعيده عليكي. كل سنه وانتي معانا. ماشي. كل سنه وانتي طيبه يا بيبي. والسنه الجايه ان شاء الله كده مع عريسك يا زفته. اولا ربنا يخليكم لبعض. ثانيا انت متفائل بالسنه الجديده؟ ان شاء الله يعني اللي تبقى الحياه احسن من كل حاجه فاتت قبل كده الى حد ما. ليه يعني؟ ان شاء الله يعني. قول يا رب. بس يا رب. ان شاء الله تبقى احسن من السنه اللي فاتت. اكيد ان شاء الله ربنا يعم علينا كمان بالخير واليومنا كمان، وان شاء الله خير يعني، هي عدت بسلام وخير، وان شاء الله السنه الجايه تبقى احسن بكتير ان شاء الله، وربنا ييسر الحال. اتمنى ان انا اكون حاجه كويسه تفرح مامتي وتفرح اخواتي، وان انا اقدر اعمل حاجه حلوه تعوض ماما كل السنين اللي فاتت دي. الى حد ما. يا ابني معايا ولا ابدا ولا ايه؟ ابدا. افتح السبيكر معلش. عايزين اقول لها ايه؟ ان شاء الله. شكرا.